هلو بونجور. طبعا في كل مكان في بوليس، في شرطة، تحياتي لكم جميعا. لو سمحتوا ممكن تقولوا لو التصوير واضح، وشكرا. تحياتي لك أخي في ألمانيا، أخي العزيز. أهديكن باقة الورد. هذا الورد في الشارع هدية مني إلكم. Guten Morgen my brother. أهلا وسهلا بك أخي إبراهيم، تحياتي لإلك. تحياتي لكم من داخل ألمانيا. اليوم الجو كتير كتير حلو، رائع. هنا في ساحة قصر الملك، أتمنى لكم يوم سعيد. شكرا على المشاهدة. ألو، كيف الحال؟ كيف انتعك؟
اخ عم اعمل بث مباشر. كيف؟ كويسة؟ اخ نقعد شوي. كيف الجو اليوم؟ والله الجو باهي. باهي؟ اي والله باهي. ليبي؟ لا بس يا ليبي من الجزائر. انا عند عندي اخ وانا من ليبيا. من بنغازي. من غازي؟ اه من بنغازي. تحياتي لإلك. من قبيلة البشدار. لأهل بنغازي كلهم. كيف الوضع هون حمو في شتوتغارت؟ والله كويس الحمد لله. ناس في حد هون من ليبيا من الاخوان الموجودين ممكن تمسي على الشباب؟ مرحبا، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ شو اسم المكان؟ شتوتغارت. انت بتقرا ولا بقرا لك التعليقات عشان العالم تعرف انت الامور 100%. تحياتي للجميع. هنا كنت اجتمعت مع اخ من ليبيا، شاب محترم جدا. لا اخي ما في حظر، في عنا حظر منزلي ولكن يسمح لإلك تعمل رياضة برا، بحق لإلك ما يعني تعمل رياضة، ما في مشكلة. شايفون في سيارة البوليس واقفة، في كاميرا وبيصوروا أكثر من شخصين، ممنوع يبقوا مع بعض. تحياتي لإلك ولأهل تونس الكرام، تحياتي لكم جميعا. هنيك الأخ اللي عم يصور هيدا من ليبيا، الشاب إجا غير شرعي لهنا على ألمانيا. شو الجو؟ باهي الحمد لله. لا باس. تعرف جزائري؟ يقول لك انت حراق. حراق؟ لا يا عمي، شو حراق؟ والله نحرق نفطنا احنا. لا مش حراق. هيدا من ليبيا، من بنغازي. من بنغازي. كنت في الجزائر؟ ايه. ذهب الى الجزائر ايضا. عنابة، كنت في عنابة. يقول لك انا من ورقة. تعرفها؟ لا. ورقة؟ لا. ورقة لهي الشمال. الشمال انت وين تسكن؟ انا ليس اسكن في الجزائر اخي، انا بسكن في المانيا. كم نروح هناك؟ كم تعال روح. ها امسكت. هيا 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 هيا. شو بيقولوا بالليبي؟ هيا هيا هيا. لا ليس انا من ليبيا، هنا اخ معايا، صديق من ليبيا. في شاب هون من ليبيا يمسي عليك. كيفك يا صاحبي؟ كيفك 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 ليبيا؟ اللغه السوريه. كيفك يا صاحبي في الليبيه؟ كيفك؟ لا باس، صحه كويسه. هون الشباب نايمين على على العشب. يا بوليس عم بين سيارة الشرطة في ألمانيا، كل شوي تيجي لهون. في هاي واحدة، في هناك واحدة أيضا. هون الصبايا كمان قاعدين مع بعض، والورد والجو الحلو. نريد تصوير من داخل الحديقة. كيف تريد تصوير؟ ما فهمت عليك. بيقول لك انت اجيت على تركيا ولا جيت؟ جيت على تركيا. تهريب يعني انت كيف؟ ايه جيت على تركيا. بيقول اجي على تركيا من اليونان. الشاب هون اللي معي دخل، كان في ليبيا، درت على الجزائر. وكيف طرت من الجزائر؟ صح؟ من الجزائر على تركيا. طلع من طرابلس على الجزائر الاخ.
ومن الجزائر أخذ طيارة على اسطنبول. من اسطنبول طلع في البحر، طلع في البحر على اليونان، والآن وصل على ألمانيا ما شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي، شكرا لك. وصل لهون على ألمانيا من شهر، دخل كان في الجزائر، من الجزائر دخل لهون على ألمانيا. المكان هون أخي اسمه بيكون ساحة الملك، ساحة الملك. إذا بدك تعمل أوس بلدون هون في ألمانيا بدك يكون بي بيتس فاي اللغة الألمانية تيحق لك تعمل أوس بلدون أخي. تلكن غنية جزائري وفا بان بان عندي فيها واحد الله. اهلا وسهلا، انت قريب مني في شتوتغارت. في حجز أخي، ولكن بحق لإلك، بحق لإلك بتمشي في الساحة تشم هوا شوي، ما في مشكلة. أهلا أخي، أهلا ابن البلد، تحياتي لإلك، تحياتي لأهل الجزائر كلهم. يوسف how are you German؟ اتمنى الصحة تحت حديقة مثلا. شو بيقول؟ اتمنى السعادة والحلاقة، اتمنى السعادة والحلاقة مثل هاي الدول العربية. شو بيقصد يعني؟ يعني يقول نتمنى انه هذول الموجودين يكونوا بالدول العربية. بتتمنى تكون، اعتذر منكم انا عندي العربية ليس كويس. شو بيقول الثاني هنا؟ فيزياء يبحث عن عمل، او فيزياء توس بولدوك، او فيزياء سياحية. يدور على فيزياء سياحية في ألمانيا. يقول له هنا أوس بلدون بدك بيتس فاي. بيتس فاي بدك بيتس فاي. بيتس فاي في اللغة الألمانية بدك بيتس فاي. يعني نمبر 2 في السياحة حاليا. الحدود الألمانية مغلقة. يقول رمضان عندكم قريب جدا وروح.
بدي عمل بدي عمل رقم بعث رقم من مصر. اخي الخدم ديال الجزائر موجود هناك، موجود يا صاحبي، موجود هنا ديال الجزائر، موجود ديال النابي، موجود ديال كل شيء يا صاحبي. والله موجود. انا قلت له يقول لك ليبي انت؟ انا سوري لكن عايش في ليبيا. انا ليس ليبي، وانا الاخ ليبي. ليبي؟ بيقول لك انت ليبي. ليبي انا. ليبي انت؟ ليبي من طرابلس. كنت بعنابي يا. كان في الجزائر كمان ايضا بعنابي. رحت عدرنا. عدرنا. اوكي، اتمنى لكم يوم سعيد. شكرا على المشاهدة. انا اعتذر، راح اقلق البث المباشر. شكرا لكم، اتمنى لكم يوم سعيد.